السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلم من بلد من مدرسة الإسراء صف أول ثالث. الحين بنشد لكم إنجيل صف حضر الرسول يوم كان يشرب اليوتيوب. فلم يعد قط طعاما يحضره يأكله أن يشتهي أو يذره، ولم يكن جلوسه متكيا في حالة الأكل ولا تمحيا. يعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء، ويأكل البطيخ والقساء في رطب يقي به الدواء. يقول يطفي برد ينهى الردى، وكل إنشان فعله خذا. يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها بقصف للبركة. يبدأ بسم الله ثم يختم بحمد في شرب وأكل يطعم. يشرب في ثلاثة أنفاسا يمص فهو أهل اختلاسا. لن تنفس في الإناء يشرب، يبينه عفيف فهو أطيب. يشرب قاعدا ومن قيامي بعارض كزمزم الحرامي. وشربه بقربة معلقة بلده رخصة محققة. يناول الأيمن قبل الأيسري إلا بإذنه لحق الأكبر. والبارد الحلو يحب شربه، واللبن استزاد عن أحبه. يقول يدنى منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي. والمصطفى كان يحب العسل والتمر والخبز وكل ما حلا. والمصطفى كان ذراع يعجب، يأكل لحمه وهو أعجب. وفي الحديث أكرم الخبز، فمن أكرمه أكرمه الله. إذن خير الطعام ما عليه تجتمع أد وراء، والكل منه قد شبع. وإن شربت ماء فاشرب باردا عمن أتى عن النبي واردا. صلى الله عليه وسلم. تكبير.